على جهاز التحكم المركزي. طب بقول لكم ايه، ما ينفعش نجيب واد مخلص كده من اي سايبر يعمل لنا هاكس على الجهاز دون. يعمل لنا ايه يا فيفي؟ هاكس. اهو اللي انت بتقوليه ده هو اللي اي هاكس. هاكس ايه؟ هو جهاز حوده من خالتك؟ ده جهاز التحكم المركزي بتاع اكبر شركه اتصالات في البلد. خلاص ماشي، الحق عليا، انا اللي عايز اخلصكم من التأبيده. بس وطي صوتك، في ناس صاحيه فوق تفضحينا. يا اخوانا مش كنا رحنا الوكر بتاعنا يمخمخ كده براحتنا؟ خلاص احنا بعنا الوكر، مالوش لزوم بعد ما تبنا. المهم دلوقتي يا جماعه، ازاي نقدر نجيب بصمه ايد جابر دهشان؟ يا جماعه احنا مصعبين على نفسنا ليه؟ هو مش معاه تليفون ببصمه ايده؟ احنا نسرق التليفون. والله افرض بقى حاطط بصمه وشه خفيف. قصدك ايه، نسرق فوطه وشه؟ انا اسف يا قبطان، انا قصدي يعني ان ممكن نسحب وهو نايم، نقطع كف ايده اللي فيها البصمه اللي احنا محتاجينها. بالظبط. وبعد ما نخلص العمليه نبقى نرجع له كفه تاني. مظبوط.